السلام عليكم، كي دارت البنات؟ بخير هانيين. كي دوزتوا هذا النهار ديالكم؟ تنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال وهانيين وضحك ونشطين وفي صحه جيده. تنقول لكم مرحبا بكم والف الف مرحبا كنا ديما، وترحب المشاهدين الجدد اللي يلا تيشوفوا الفيديو نتاعي لاول مره، تنقول لهم مرحبا بكم. ولعجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على سابوني وعلى الجرس باش توصلوا بكل جديد من القناه. اليوم البنات انتما كما تشوفوا يمكن البعض فيكم اعرف فين غاده. كما عرفتوا بان العطله هذه انا اليوم راني غدا هنا وصلت اسبانيا، بقى لي تقريبا ساعه باش نوصل الخزيرات. غنمشي ندوز في المغرب تقريبا واحد ربعة الاسابيع هكذايا. يلا الواحد عارف البلاد عام تتكوني غابرة على العائلة وهادي، وتتكون تتحبي تمشي لبلادك. والله الفرحة واخا التعب البنات لا نعاس لا هادي، والبريباراسيون تتكون عندك، والاكثر يلا كنت يلاه تتوجدي مؤخرا ما تتوجدش بكري، زعما تيكون واحد لا فاتيك بالمعقول. صافي هادشي اللي كاين البنات. انا نوريكم انتما كما تشوفوا انا في اسبانيا كما قلت لكم بقات لي ساعه على الخزيرات، وهانتما معايا فيما لقيت شي فرصه هكايا نصور لكم. وهذا ما كان، يلا بقى معايا ما تمشيو فيه. احنا هنا وصلنا، دابا تنتسناو باش ندوزو للديوانه، باقي الناس قلال، هنشوف وقتاش يدوزونا تاني. دابا العشرة وربع، و نورمالمون ناخدو الباط مع الحداش ونص، شوفو وقتاش ندخلو. يلا هانتوما معايا. صافي حنايا دخلنا الباطو، دخلنا قبل الوقت مع الحداش وقسمين دخلنا. صافي هادشي لي كاين. واليوم البنات خرجت وليداتي من بعد ما ارتاحينا مزيان هكايا، خرجنا وديتهم ميني وورد باش يتعشاو، لان مع لا فاتيك لقيت الوالده موجدة الله يخليها ليا موجدة لنا السمك. وهكا في العشيه قلت ما نبقاش تاني في الدار، خرجت مخا تعب كاين،
كما تطلع هنا كل واحد من ابنائي كل واحد خذا اللي بغاه هكا اللي بغى اللي تشهى وصافي. وكم من بعد درنا الدويره ان شاء الله وهانتوما معايا حتى نهايه الفيديو ان شاء الله. هنا من بعد البلاد دس واحد المكازا هنايا في مدينه قمطره كاين هذا المكازا كافي اول مره كنشوفها كندير لي الصوب هنايا زعما صابون بو صدلة زوينين بحال هذيك راه هي اللي دير تقريبا نقول 200 اورو لا يوم. هنا بالنسبة لي اللي عندهم الدراري الصغار تاني الصدلة زوينين زوينين هانتوما كما تنشوفو زوينين. شو هاد الصدلة ديال بنيتها 9 اوري 146 درهم. وهذا بالنسبة ديال الدراري شو الأثمنة مناسبة جد جد مناسبة. هادو المكازا ديال البنات راه هي كاغلي شو أثمنة مناسبة روعة. سرجنا معطلين راه كنصور بالزربه هانتوما شوفوا السيد راه تيهبط باغي يسد صافي. هانتوما هادشي اللي كان بغيت غنتخاصم معاكم لهاد الاثمنه ديال هاد المكازا هادي. وهنايا كما تتشوفوا هنايا البنات من بعد ما تعشينا وسالينا هنا الدراري قربا باش يمشيو للماكدونالد باش ياخذوا لاكلاص نتاعهم. وهانتوما كما تتشوفوا كل واحد راه خدا اللي بغى وصافي. ودوزنا واحد الليله واحد الليله رائعه. والصيف هذا الواحد يخرج وليداتو ويتنزه ويضحك ويلعب. وهذا ما كان وصلنا نهايه الفيديو تنقول اذا وصلنا الى نهايه الفيديو. تنتمنى الفيديو ينال الاعجاب نتاعكم ودوزتوا معايا واحد اللحظات زوينه. الى هنا نقول لكم موعدنا في فيديو مقبل بحول الله. وان شاء الله ما هنتعطلش عليكم كما تعطلت عليكم هاد الايامات لان عارف العطله. وتنتمنى لكم عطله سعيده والى اللقاء في فيديو مقبل. هنا في نهايه الفيديو البنات تنتمنى الجميع او اللي تيشوف الفيديو هذا بالخصوص هذا ياخذ هاد الكلام ديالي وعباره ليه. دونك هاد النداء او هاد الكلام اللي هنوجهه نوجهه لجميع المسافرين والمسافرات او الجاليه المغربيه اللي تاخذ طريق طويله طويله طويله. تنقول لهم خذوا الحذر خذوا الحذر لاني فجاه انا جايه في الطريق تقريبا جايه الساعه حتى السبعه ديال لي فوتور اللي طايحين اون بان او لي زاكسيدون. دونك كما تيحضروا على الانسان يحبس شويه وياخذ شويه ديال الراحه. ان شاء الله الواحد غير باش نوصلوا بخير وعلى خير ونوصلوا بسلام لان العطله راه هي هذه. الواحد يمشي بشويه بلا زربه الان وصلوا لبلادنا. اي واحد اي اتجاه لاي بلاد اللي غادي ليها يوصلها يوصلها. ولكن كما تنقولوا في التأني كي تنقولوا لها في العجلة ندامة وفي التأني سلامة. هاد واحد المثل هذا زعما الواحد الإنسان خصو ياخدو وما نزربوش ومشيو بشوية علينا وناخدو واحد القصة ديال الراحة. ودائما اللي جنب السائق تهوى يكون تهوى على انتباه ويرد تهوى معاه البال وصافي. هذه نصيحه لاختكم خديجه ليكم وللمسافرين. وهذا ما كان وتنتمنى لكم اي مسافر الله يوصله بخير وعلى خير وعطله سعيده للجميع. وتسناوني باش نتلاقاو في فيديو مقبل بحول الله وتنوعدكم ما نتعطلش عليكم. لكن دعموني بالاشتراك واللي ما شافش الفيديو نتاعي اللي تيشاهد الفيديو لاول مره ما عليه الا يضغط على صابوني وعلى الجرس باش توصل بكل جديد من الفيديو
او من قناة بيوتيوب الخديجة. اذا تنقول لكم مع السلامة في فيديو مقبل بحول الله.